مالك؟ لكن مع ذلك يا جماعة الحقيقة الزيارة ما فشلتش. الحقيقة الزيارة نجحت جدا، بدليل ان الرئيس قدر ان هو يقعد الألمان قدامه ويديهم دروس في الحوار بين الحضارات. نريد ان تكون هناك حضارة فيرسس حضارات اخرى وليس اجنس. civilization versus another one not against another one. civilization against another one. يعني زي الاستيميشن فيرسس كونستيبيشن كده يعني بالظبط. نفس المبدا. كمل يا ريس، علمهم يا ريس. مش انتوا القانون فيه انه اللي درانك يتمسك ويروح السجن اذا كان درايفنج؟ ولا ايه؟ ايه؟ وات؟ قول يا ريس، انت بتقول دولار يا راجل، قول. يعني جاز اند الكحول دونت ميكس، مش ده قانون؟ الحرية مسؤولية. الحرية مسؤولية فعلا، هو قال الحرية مسؤولية. الحرية مسؤولية والشقلطة مرمطة. ريس مشقلطنا. لا عنده حق، جاز ان الكحول دونت ميكس. زي الانجليزي والعربي كده دونت ميكس. زي الدين والسياسة دونت ميكس. هي دي النصائح المهمة في حياة الشعوب، مش في مصر بس، في العالم كله. شوف اللي بيحصل في كل دول العالم. يعني الدرانك ما عملش درايفنج. اللاير بيروح الفاير. وفي بعض الأحيان بيبقى رئيس جمهورية، مش لازم في مصر، في حتة تانية يعني.